انت اللي هتقودني بقى. ده بقى الدريسنج روم بتاعي، دي البدل اللي بلبسها، بس دي مش دي بدل اللي هي مش بتاعت التلفزيون، بتاعت التلفزيون في دي بتاعت التلفزيون. الخروج. اه دي بتاعت الخروج لو عندي ميعاد، بليزرات بتاع، دي الكرافتات. ياه اوكي. وفي ده هنا شرابات برضو. اه لا اكتر تايب شربات حلو. بتحبها في دول ايه؟ ولا مفيش حاجة انا معينة بحب الاسود قوي، يعني؟ دي بتلبسها كتير. اه بحب البلو دي قوي، الالوان دي قوي. بتكرر الكابتن سيف لبس آه يعني ببقى معلم عليه، لازم الفتره تبقى عشان نستنسى. اه اوكي. بحاول في الحاجات دي يعني. دي بنطلوناتي. جينز بقى مقطع، ودي حاجات تانية. ده مرحله تانية. اوكي. دي بقى قمصاني. بتشتري لبس كل قد ايه؟ ولا انت دايما في حالة شراء هدوم كتير. ما بتزهقش؟ لا مش بزهقش، بس يعني دايما تغييري في الهدوم من الحاجات لو تسمح لي استكشف الدريسنج عشان هو. الأساسية معايا. اوكي. دي هدومي، بس أنا بره بس الشاشة ما دايما. فيش ميزانية معينة يعني؟ لا 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 لا، بس بره دايما بره الهوا يعني، ما فيش بدل يعني. قلعت البدلة أول ما أخرج. زي دلوقتي كده. أه خلاص. لا وشورتات كتير كده. وشوزات طبعا. جزمي أهي، دي الجزم بتاعتي انا عارفه دي. كمان انك بتحب الساعات، أه بحب بتحب الساعات الساعات، جدا. بحب الساعات جدا. مفيش درج هنا لساعات؟ لا ساعتي في الخزنة، بس بحب الساعات جدا. تحط ساعتك في خزنه الدرجات دي يعني؟ انت يعني يعني بحب يعني اغلى ساعه عندك تمنها كام؟ مش عارف. لا انت عارف، انت مش عايز تقول، تخاف من الحسد؟ إيه الحمد لله انا يعني. عايزاك تيجي هنا بس عشان الناس تشوف. دي لقطه مهمه، اه تخاف من الحسد يا كابتن ولا لا؟ لا يعني بعتمد على ربنا، ده بقول ده من ربنا يسترها يعني، بقتنع بيه طبعا، مؤمن بيه، بس يعني ربنا اللي بيحفظ في الاخر يعني. بس مقتنياتك دي مثلا ما تلبس ساعة غالية او ما تفرق، ما بتقلقش ان حد يعني يديها عين كده تبوظ ولا والله حاجة؟ بصي يعني انت دايما بتحاول تعوض يعني، دايما تبقى مع الناس الغلابة، وتبقى مع الناس، وتمشي بدعاء الناس كده يعني. عندك كام ساعة؟ عندي ساعتين بس اه. يعني دي اللي انت لابسها دي اه وريها بس للناس عشان والتانية اه في الخزنة. اه مش ناوي تجيب ساعة جديدة؟ يعني كل فترة كده انا الحاجات اللي بحبها اقسطها يعني، افضل اقسط حاجة وبعد ما اخلص فلوس هاخدها كده يعني. والله اه بتمشي بالطريقة دي؟ بمشي بالطريقة دي طب يعني، ايه حتى العربيات كده، حتى لو جبت عربية اقعد اقسطها ما اركبهاش لحد ما لحد ما تخلص قسطها؟ اخلصها. اه ليه؟ لو بقطنية كده بحس مش بتاعتي اي حاجة قسط، بحس انها مش بتاعتي. اطول قسط طول عليكم وما ركبتش عربية او ما لبستش ساعة فيها يعني ممكن حاجة؟ سنة يعني. سنة تبقى معاك الساعة وما اه تلبسهاش لما تخلص قسطها؟ ممكن. اه لا ده حصل في ساعة ولا في عربية؟ في عربية وفي ساعة كتير جدا. ياه. اه نفسيا؟ اه وكنت وانا زمان وانا صغير كنت اقسط هدوم يعني، كنت رايح اجيب هدوم مثلا غالية جدا، هدوم قسط؟ اه افضل سيبها في المحل وافضل ادفعها حتة حتة وبعد كده اخدها. ده في بيسموها ايام الكحرطه، بيسموها ايه، اه ايه البدايات. اه البداية ايه ايام الكحرات. اه لما بتقارن من كابتن سيف الاول اللي كان بيقسط هدوم وبيبتدي بشقه ايجار اه وبيبتدي حياته، وبين كابتن سيف دلوقتي اللي هو ممكن يجيب ساعه بمبلغ وقدره، عربيه اه بمبلغ وقدره، بتشوفها ازاي؟ شوفنا ربنا قادر على كل شيء. لكن مش لكن ما مسكتش على الفلوس، ودي مهمه يعني. في انا ناس لما الحاجه كانت مش في ايديها بقت في ايديها، بقت اه ماسكه قوي، تخاف تضيع منها تاني. يسأل كل الوسط الرياضي يعني، كل الناس اللي حواليا تسأليهم. كابتن سيف مش بخيل. تسألي اي حد بقى يرد على دي مشكلة عندي، بس عندي بقى حتة مهمة جدا في البيت، ده الحتة اللي في اي بيت لازم تبقى متواجدة الاول بالنسبة لي. تعال بقى افرجك هتفاجئني؟ عليه. يلا اه افرجك على حاجة. اتفضل تعالي بقى نطلع فوق فوق. كده. اه هل في حد دخل المكان ده قبلنا؟ لا قبلنا تحديد؟ لا، ما هو ده انا عايز اقول لك مفاجأة كبيرة جدا، دي ممكن تكون اول مرة. ياه. طب انا سعيدة مبدئيا اوه ده جم. اه بتلفزيونه. ده انت بتقعد هنا على طول؟ اه دي حاجتي الصبح، تلفزيونه بأجهزته. أجهزة الجيم بالنسبة لي حاجات مهمة جدا، كل فترة أغيرها وأجيب حاجات برضو يتعز برضو مقتنيات الرياضة دي اللي هي أجهزة الرياضة وكده جدا الرواية جدا فيها جدا يعني. دي بالنسبة لي زي عربية كده. برضو. اه اما ربنا كرم بقى وكده عملت أوضة مخصوصة للقصة وحطت برضو الشهادات بتاعتك او يسموها ايه، الدروع دي بتاعتك. ميدالاتي، اول مره في التاريخ اول مره حد يشوفها، عمري ما نزلت لها على فكره صور.
يعني دي كل الدروع اللي انا استلمتها في تاريخي في الاعلام دي.